السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن الفنان محمد رمضان احترامه لقضاء النقابة المهني التمثيلية بشأن إيقافه عن العمل حتى التحقيق معه، مضيفا رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته، ولو كنت أعلم رفضت التصوير. الفنان التمثيلية محمد رمضان إلى التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة من الاتحاد العام للنقابات الفنية على أن يكون التحقيق بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لوجوده خارج البلاد مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق. شكراً. وتابع رمضان في حسابه على فيسبوك مساء الاثنين: ثانياً، المكان مطعم مش حفلة خاصة، واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي، ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري وعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه. وختم رمضان كلامه: أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم، ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر. شكرا نقابة المهن التمثيلية، شكرا لشركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم، شكرا جمهوري لعدم دعمكم ليا.